مشاهدي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم من محافظة الإسماعيلية مصطفى كساب. يعني إحنا النهاردة نحكي لحضراتكم تفاصيل مقتل سيدة وابنها على يد زوجهما مدمن المخدرات لمحافظة الإسماعيلية. خلنا نقول لحضراتكم شهادة إحدى القرى التابعة لمحافظة الإسماعيلية جريمة قتل بشعة، وذلك عقب قيام شخص أدمن مخدر الشابو بقتل زوجته ونجله الذي يبلغ من العمر 13 عاما. يعني تعود تفاصيل الواقعة إلى عدة أشهر مضت، حيث قام المجني عليه عبد الرحمن ميم عين الذي يبلغ من العمر 34 عاما، مقيم بعزبة العمدة صالح دائرة مركز شرطة محافظة الإسماعيلية، بقتل زوجته ودفنها أمام منزله. وقام بالتوجه إلى مركز شرطة الإسماعيلية وطبعا تحرير بلاغ بتغيب زوجته، وعاد إلى المنزل مرة أخرى، وبعد شهر ونصف تقريبا قتل ابنه الشاهد الوحيد في واقعة جريمة قتل والدته وهي زوجته. وطبعا بالتوجه إلى مركز شرطة الإسماعيلية بتاريخ 1/7/2023 بإبلاغ طبعا عن تغيب زوجته التي تدعى ياسمين، تبلغ من العمر 35 عاما، وهي ربة منزل مقيمة بذات العنوان، ولم يشتبه في أحد للتسبب بذلك. وبالفحص طبعا تبين أن المبلغ مدمن مخدرات الشابو ونزيل بإحدى مصحات الإدمان، حيث قامت الأجهزة الأمنية باستدعاء شقيقه السيد علي يبلغ من العمر 37 عاما، يعمل فني تبريد مقيم بذات العنوان، وقرر بعدم عودة زوجة شقيقه منذ تاريخ تغيبها. وأضاف في التحقيقات أن نجل أخيه يدعى أدهم عبد الرحمن يبلغ من العمر 13 عاما، تغيب وهو الآخر من المنزل عقب تغيب والدته. طبعا الزوج أنهى حياة زوجته بالضرب المبرح ودفنها في حوش المنزل. وطبعا ابنه الشاهد الوحيد للواقعة المأساوية التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، يعني بعد شهر ونصف قتل ابنه ودفنه بجوار زوجته. وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق من البحث الجنائي باستدعاء كافة أشقاء الطفل المختفي، وهو كان محمد عبد الرحمن 11 عاما، طالب، وأميرة عبد الرحمن 9 سنوات، وإسماعيل عبد الرحمن 7 سنوات، جميعهم مقيمين بذات العنوان. وكشفت التحريات خلال مناقشة نجل السيدة المتغيبة أقر بقيام والدة البالغ بالتعدي على والده بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة، ثم قام والده بدفن يسمان والدته في حوش المنزل. وعقب ذلك قام والده بالتعدي على شقيقه الذي يدعى أدهم حتى فارق الحياة، ثم قام بدفنه بجوار جثمان والدته وأيضا بحوش المنزل بجوار زوجته. كما قامت الأجهزة الأمنية بضبط القاتل المجني عليه زوج ياسمين، وهو يدعى عبد الرحمن، من المصحة التي يعالج فيها من التعاطي المخدرات مخدر الشابو، ويعالج فيها من تعاطي المخدرات حيث اعترف بارتكاب الواقعة الأولى، كما أقر بارتكاب الواقعة الثانية وهي قتل نجله وزوجته. كما أقر بارتكاب الواقعة الثانية وذلك خوفا من إفضاح أمره.
يعني شهدت محافظة الإسماعيلية جريمة هزت الشارع الإسماعيلاوي، يعني زوج تجرد من مشاعر الإنسانية ومشاعر الرحمة بقتل الزوجة وضربها ضرب مبرح وقتلها، طبعا ده كله من تعاطي المخدر الشابو، يعني دفنها في الحوش، وبعد شهر ونصف ابنه الشاهد الوحيد له قتله ودفنه بجوار زوجته، يعني القارب في حوش المنزل قد وجدوا الزوجة والابن، الزوجة والابن مدفونين جنب بعض. يعني الزوج مدمن المخدرات ومخدر الشابو. طبعا الجريمة التي شهدها محافظة الإسماعيلية وهي في عزبة العمدة صالح دائرة مركز شرطة محافظة الإسماعيلية، يعني الواقعة التي هزت الشارع الإسماعيلاوي في قرية في عزبة العمدة صالح، يعني زوج أنهى حياة زوجته من طبعا طريقة الانتقام والضرب المبرح، وطبعا قام بتحرير محضر في مركز شرطة الإسماعيلية بتغيب زوجته وعاد إلى المنزل، وطبعا الابن هو الشاهد الوحيد في الواقعة. طبعا بعد شهر ونصف قتل ابنه ودفنه بجوار زوجته. هو يعني مخدر الشاب وهو كلمة السر في الجرائم البشعة، وطبعا الزوج يتعاطى المخدرات ويتعالج في أحد المصحات بمحافظة الإسماعيلية. تعود طبعا أحداث الواقعة من عدة أشهر مضت، حيث قام الزوج عبد الرحمن الذي يبلغ من العمر 34 عاما مقيمة بعزبة العمدة صالح دائرة مركز شرطة الإسماعيلية بالتوجه لمركز شرطة الإسماعيلية وتحرير محضر بتغيب زوجته، يعني قتل الزوجة وقام بتحرير محضر بتغيب زوجته وهي تدعى ياسمين تبلغ من العمر 35 عاما ربة منزل، يعني يقيمون في ذات العنوان وهو منطقة العمدة صالح دائرة مركز شرطة الإسماعيلية. يعني طبعا على الفور قامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريق من البحث الجنائي باستدعاء فريق من البحث الجنائي باستدعاء كافة أشقاء وكافة الأسرة، وكشفت التحقيقات خلال مناقشة نجل السيدة المتغيبة أقر بقيام والدة التعدي على والدته بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة. يعني قامت الأجهزة الأمنية بضبط عبد الرحمن من المصحة التي يعالج فيها من تعاطي المخدرات، حيث اعترف بارتكاب الواقعة الأولى واعترف بارتكاب الواقعة الثانية. يعني جريمة ليلة الوقفة وجريمة عيد الفطر المبارك في محافظة الإسماعيلية. مستمرين مع حضراتكم في تغطية أحداث محافظة الإسماعيلية لحظة بلحظة. كان معكم محرر الصحفي مصطفى كساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.